أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت أن شركة المصرية للاتصالات وشركة المحمول الرابعة أصبحت راعي الكرة المصرية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق مع الشركة. وأبرزت الشركة في بيان لها أنها كانت تبحث عن شريك حقيقي في مجال الاتصالات منذ أن دخلت عالم صناعة كرة القدم لرعاية هذه الصناعة التي يعشقها المصريون، ويعد تعاقد الأقوى من نوعه في تاريخ صناعة كرة القدم المصرية. وبموجب هذا العقد أصبحت المصرية للاتصالات الراعي الرئيس لكرة القدم، وستكون الراعي المصري للمنتخب الوطني. ومن الآن ولمدة 3 مواسم سيكون الدوري المصري باسم دوري المصرية للاتصالات.